السلام عليكم. اليوم غادي نبداو في الدرس ديال لي ماتيريو فيغ نون فيغ. غادي نديرو لا بارتي الاولى غادي نهضرو فيها جوستمون على لي ماتيريو فيغ. عندنا في لي ماتيريو فيغ عندنا لا فونت و عندنا لي زاسي. بالنسبة لا فونت، كيفاش كتصيب في اللول؟ في الاصل ديال كامل شنو تيكون عندنا؟ تيكون عندنا واحد لو فورنو اللي كندخلو ليه لو مين غي دو فيغ. لو مين غي دو فيغ هو اللي كيتجبد من الارض تيكون في الارض، هو المعدن الاصلي. كنديرو لو مين غي دو فيغ كنخلطوه مع لو كوك بحال لو كاربون، كيتصيب في لو كوك غي، وكنزيدو معاه واحد لي برودوي واحد اخرين كنديروهم في لو فورنو. في لو فورنو باش كيدوبو كيعطيو لينا تيدوبو في اون دوغري دو ميل دو ميل دو سون سيكونت دوغري سيلسيوس. ابخي ملي كيدوبو في هاد لو فورنو كنهزو تنترونسبورتيهم في هادي اللي هنايا، كنديرو في هاد لو فوغ هذا. هاد لو فوغ هذا شنو كيدير؟ هاد لو فوغ هذا كيعطي لينا اون فوا كتدخل شي حاجة من هاد لو فوغ هذا كتعطي لنا ديريكتومون لاسي. ديجا هنا قبل فاش تيخرج لينا شنو تيخرج شنو تيعطي لنا لو فورنو. لو فورنو كيعطي لنا لا فونت. هاك لا فونت اون بروميير فيزيون كندخلو لو فوغ هذا اللي عندنا هنا، هاد الكونفرتيسور الاكسجين كندخلو ليه هاديك لافون و كيعطي لنا لاسي ليكيد. دابا غادي نرجعو بعدا لهاديك لافون لي قلنا دو بروميير فيزيون لي كتخرج لينا من لو فورنو. هاديك لافون ديال لو بروميير فيزيون فيها جوج ديال الانواع ديال لي فونت، كاين فونت اليي نون اليي و فونت اليي. فونت اليي زعما كي غادي نزيدو مع واحد لي زيليمون داديسيون، و عندنا لافونت نون اليي. عندنا هاد لافونت نون اليي كتقسم على جوج، فيها لافونت بلونش و لافونت غريز. La fonte grise, que tu as là, la fonte GJS ou GJL. GJS, ça veut dire fonte graphite sphéroïdale. Ou elle dit fonte graphite lamellaire. Des manettes S, que tu as dit sphéroïdale. Ou L, que tu as dit L, que tu as dit lamellaire. Elle a G, elle G, l'oulani, G. G, que tu as dit graphite. كاين هنايا وكاين حتى هنا. الجي دايما كتعني غرافيت، الجي باش كنعرفوها بلي راها فونت، و اس فيغويدال ال لاميلور. و عندنا لا فونت بلونش. لا فونت بلونش فيها يا اما جي جي ام دبليو او لا جي جي ام بي. زعما كاين عندنا ماليابل اكور بلون و ماليابل اكور نوار. جي جي قلنا كيف ما كتعني غرافيت فونت غرافيت، ام maléable, double V que j'ai wait accord blanc, ou P que j'ai black, c'est un P malléable accord noir, malléable accord noir y a un P, ou malléable accord blanche ou MW. Après on va entrer les désignations de la fonte fait la chose, graphite lamellaire, graphite sphéroïdal ou graphite مالياب الاكور نوار اكور بلون. كيف ما قلنا غادي ندخلو في لي ديتاي ديال كل حاجه. عندنا اولا دائما اي ديزينياسيون ديال لا فون ماشي لي ديزينياسيون نيميريك، اي ديزينياسيون من غير لي ديزينياسيون نيميريك حيت هما كاينين جوج. تنبداو ب او ان. او ان دائما مش معروفه، هذا واحد لو بريفيكس باش كتعرف لا فون. و ان تير كاين لا فلاميلر كور نوار كور بلون. و ف كور نوار و كور بلون ف سفيرويدا كاملين فيهم هاد او ان. مورا قلنا جي جي ديما حتى غادي تكون فيهم كاملين بربعه بيهم. جي جي كتعني فونت غرافيت فونت غرافيت فونت غرافيت فونت غرافيت. وهاد الفرق فين تيكون؟ في هاد ال ال كتعني لاميلور. هادي هنا كتكون هنا كتكون ام بي وهنا خصها تكون ام دبليو. دونك كاين واحد لي غور هنا. ام بي كتعني اكور نوار، و ام دبليو كتعني اكور بلون، و سي كتعني اس كتعني سفير ويضا. مورا فاش كنشوف واحد لي زيكزومبل نشوف دي زيكزومبل دير واحد لي ديزينياسيون. عندنا او ان جي جي ال، هاد
عندنا هنا واحد الارقام تكون دايما مكتوبين في الاخر بالنسبه للاميلا غرافيت لاميلا. هاد الارقام تيقولوا لنا لا ريزيستانس ديال هاد لا فونت هادي على ريبتور. لا ريزيستانس ديال مثلا هادي هي 250 نيوتن بار مليمتر كاري. في كل مليمتر كاري كت الى وصلت لهاد 250 نيوتن مليمتر كاري راه غادي تهرس هاد لا فونت هادي يعني الماكسيموم ديالها. كذلك عندنا هنا في لي فونت الاخرين الماليابل، عندنا في لي فونت الاخرين الماليابل والسفيرويدال عندنا تيكونوا كما دائما او ان جي جي ام دبليو. هنا 350 وهنا 450 وهنا 500. هاد الاعداد هادو هما كما قلنا لا ريزيستونس ا لا روبتور. وكنلقاو موراهم واحد العشرة مثلا هنا 10 7 7. هاد 7 هو لو بورسونتاج ديال لالونجمون، عنده علاقة بلا دوكتيليد، يعمل بحال الليونة الماكسيموم ديال الليونة ديالها شحال، ماشي الماكسيموم ولكن بحال النسبة المئوية ديال الليونة ديال هاد لابيس هادي. هادو عاد عاوتاني دي زيكزومبل، هادي قلنا بحال البريفيكس ولا لا نورم، غرافي جي باش كنعرفو فون، سفيرويدال. عندنا لا فالور، هنا داير لا فالور اون ميجا باسكال ديال لا ريزيستانس مينيمال على ريبتور بار اكستنسيون، و سبعة لو بورسونتاج ديال لا لونجمون. كاين هذا ان اوتر اكزومبل، ان اوتر اكزومبل عاود عاوتاني هنا على الكور بلون كور نوار. هاي كيما قلنا قبيله بي كور نوار دبليو كور بلون. عندنا لا نورم يعني لا ريزيستانس على ريبتور ولا لونجمون. دابا غادي ندوزو لا دوزيام بارتي هي ديال لي زاسي. قلنا في لي زاسي كاين لي زاسي نون اليي و لي زاسي اليي. نبداو بلي زاسي نون اليي. لي زاسي نون اليي كاينين تلاتة ديال الانواع، كاين ماشي تلاتة ديال الانواع ولكن اللي كيتستعملو بزاف. اول حاجة دايما في لي زاسي غادي نبداو بالجي، صافي دير بلي راه هاد لاسي هادي حصلنا عليها بالمولاج هادي صافي غادي نساو. في لاسي نو الي كاين الاس، كاين الاس وكاين الاو وكاين السي. في لي ديزيناسيون شي اللي غادي تلقى تلقاو فيما تلقى اس او 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 السي عرفوا بلي راه اسي نو الي. بالنسبه للاس شنو عندنا؟ الاس هو لاسي اللي كيتستعمل في جميع الاستعمالات العاديه، كنلقاو في عند تيستعملوا الحداده العاديين في الكرياج في الزنقه، واللي كيتستعمل في اي استعمال ديال الحديد عادي كون تيقوم بها كتلقى هذاك الاس راه هو اللي كيتستعمل. بالنسبه للاو، الاو كيتستعمل في لا كونستركسيون ميكانيك، يعني كيتصيبوا به لي بينيون لي كريمايير، يعني اي حاجه غادي نديروا لها التور غادي نخدموا بها في شي ماشين ديال شي ماشين عندها علاقه بلوز ان اوزينيوا اي بيس، غادي اوزينيوا ديال لو ميت ديال لاسي راه غادي تكون الاو. الاو هو اللي كنختارو كيصلح لينا لهادشي. مورا غادي نجيو غادي نلقاو السي. السي الدور ديالو اش كيصلح؟ السي سي ان لاسي كي ديستيني او تريتمون تيرميك، كيصلح للتريتمون تيرميك. هادشي دابا متفقين عليه. الاس كيصلح لو تريتمون تيرميك لا ترومب ريفوني ريكوي اكسيتيرا، غادي نديرو لو غيكونو ان شاء الله في لابارتي التانية ديال لا فيديو. عندنا قلنا الاس هو ديال لي تريتمون تيرميك. دابا غادي نشوفو كل واحد شنو تيكون الارقام اللي مكتوبين قدامو ليش كيصلح ولا شنو كيعنيو. عندنا الاس تلقى مثلا مكتوبين دايما حتى هو ارقام، الاو مكتوبين قدام واحد الارقام، والسي كذلك. بالنسبه للاس هذوك الارقام تكونوا مكتوبين قدامو ديال لا ريزيستونس على ليلاستيسيتي. لا ريزيستونس على ليلاستيسيتي شنو هي؟ يعني دابا هاد الميتال هاد لاسي هذا واش غادي يكون كيديفورما الا وصل لواحد لا ليميت وطلقناه غادي يعاود يرجع كيف ما كان، الا فتنا واحد لا ليميت ما يعاودش يرجع. هاد لا ليميت هي هادي 185 نيوتن مليمتر بار مليمتر كاري، الا وصل لها راه هي الماكسيموم ديالو، الى فاتها راه ما يعاودش يرجع كيف ما كان. الى ديباسا هاد لا ريزيستونس هادي راه ما يعاودش يرجع كيف ما كان، يولي في بارتي بلاستيك. دونك لا ريزيستونس ديالو في لاستيسيت. بالنسبه للاو حتى هو نفس القضيه. كنجيو للسي كنلقاو حاجه اخرى.
سي بالنسبة لي هاد الأرقام اللي مكتوبين هنا هما البورسونتاج ديال الكربون، حيت هو كيصلاح تخيطمون تيرميك، وكيفما كنعرفو باش نديرو ليه شي تخيطمون تيرميك خصو تيكون ديباسي هنايا 25، يعني 0.25% دو كربون عاد يمكن لنا نديرو ليه تخيطمون تيرميك. قلنا مور ما غادي ندوزو من لي زاسي نون الي غادي ندوزو لي زاسي الي، و لي زاسي الي كيسكو سافي دير لي زاسي الي؟ هو عندنا واحد لاسي وزدنا معاه واحد لي زاليمون، زدنا معاه واحد لي برودوي، بحال مثلا عندنا شي حاجة كنبقاو نزيدو، مثلا عندنا الحديد بوحديتو غادي نزيدو معاه شوية ديال النيكل شوية ديال الكويفر، فهمتيني؟ شي حاجة غادي تخلط، عطينا واحد الخليط اوموجين متجانس. فهاد الخليط المتجانس عندنا اللي تيكون فيبلمون الي و اللي تيكون فورتمون الي. فيبلمون الي زعما كاين تيكون عندهم هادوك لي زاليمون اللي خلطنا و تكونوا قلالين، يعني ما مخلطينوش بزاف، لاسي هو اللي البورسونتاج ديال لاسي هو اللي تكون طالع. هذا بالنسبه للفيبلومون الي. الفورتومون الي تكون العكس، تيكونوا هادوك لي زيلمون داديسيون طالعين. واخ باش غادي نفرزو ما بيناتهم في لي ديزينياسيون باش غادي نعرفو هذا راه فورتومون هذا راه فيبلوم. اول حاجه غتبان لك من البعيد وهي انه الفورتومون الي عنده الاكس، هي باش غادي تبدا اي ديزيناسيون فيها فورتمون الي. ها هي مثلا باغ اكزومبل هنا اي ديزيناسيون تبدا فيها هي فورتمون الي، نشوفو اكس نعرفو هاد لاسي دار فورتمون الي من الاول. هنا ما كايناش الاكس يعني هاد راه ماشي فورتمون الي. الفرق بين هاد الجوج هذا اللي كيبان لينا دابا باش نعرفو هذا فيه اكس هذا ما فيهش اكس، هادي اول حاجه. ثاني حاجه كنلقاو هاد الرقم اللي كاين هنا هاد لو نومبر هذا اللي كاين مور اكس، ولا هنا مكاينش مور اكس اللي هو بادين به بالنسبه لفيبلومون الي فورتمون الي راه هو هذا. هذا العدد هذا كيعطي لنا البورسونتاج ديال الكربون اللي كاين في هاد لاسيير. باغ اكزومبل هنا عندنا 0.55% دو كربون، هنا عندنا 0.8% دو كربون 0.8% دو كربون. ثاني حاجه مور هذيك المرحله ونتو عندنا دي زيليمون داديسيون، دوك لي زيليمون دوك الحوايج اللي خلطناهم مع هاد لاسي هما اللي تكونوا مكتوبين هنا. هاد الاس بارفوا تكونوا مكتوبين كثر من هاد الاس، دابا مثلا هاد الاس اكس يعني سيليسيون سي، هاديك تعني سيليسيون، وهاد العدد اللي هنا تكون تصلح الحاجه الاولى الرقم الاول مع ليليمون الاول. نورمال تكون عندنا مثلا كانت هنا سيليسيون وحده النيكل، بعد كاينه سبعه وعاد كاينه ثمانيه. سيليسيون غادي يكون مع السبعه والنيكل غادي يكون مع الثمانية. لا كاين واحد ليغور، مي كشنا نديرو تاو رومارك، مي كشنا نديرو الأرقام اللي غادي إلا كتبنا مثلا شي أرقام هنا مي كش يكونو غاديين و كيكبرو، بالعكس غاديين و كيصغار ديك خواصهم، مثلا سبعة موراها ستة موراها خمسة موراها أربعة ولا أي حاجة، المهم الأرقام اللي يكونو مورا العدد الأولاني صغر منه. دونك سيليسيوم عندو سبعة 7%، هاديك السبعة المهم غادي تقسم على واحد على واحد لا كويفيسيون، على حسب كل اليمون داديسيون عنده واحد الكويفيسيون كنقسمو عليه الارقام ديالها. احنا مازال نشوفو دي زيكزامبل واحد اخرين وغادي نفهمو كثر. كذلك نفس القضيه لي زيليمون داديسيون تكونو هنايا تكونو الارقام اللي كيمثلو البورسونتاج ديالهم هما اللي حداهم. فهاد لو طابلو هذا اللي هنايا عندنا دوك لي كويفيسيون اللي قلت لكم لي فاكتور اللي كيتقسمو عليهم. عندنا مثلا الكروم كيتقسم على أربعة، هو الكوبالت والمغنيسيوم والنيكل والسيليسيوم والتنكستن. عندنا كي تقسمو على ألف كاين واحد هو البور، ولي كيتقسمو على مية هما هاد الربعة هادو السيريوم والأزوت والفوسفور والسوفر لو سوفر. هادو كيتقسمو على مية وهادو كيتقسمو على ألف وهادو كيتقسمو على أربعة. من غير هاد التلاتة هادي من غير هاد التلاتة هادو هادو لي كيتقسمو على أربعة ولي كيتقسمو على مية ولي كيتقسمو على ألف، الاخرين كيتقسموا على 10 تيقاو هادو كيتقسموا على 10. هادو هما لي زيليمون داديسيون اللي تيكونوا نورمالمون مور هذاك مور بورسونتاج ديال الكربون تكون محطوطين مور. باغ اكزومبل هذا سي ان اكزومبل ديال واحد لاسي لي فورتمون الي. قلنا باش عرفنا فورتمون الي اول حاجه كتبان لنا هاد اكس هادي، وما تجي قلنا باش نعرفوا لا راه لاسي مولي اكس كتبين لينا بلي هاد لاسي سي ان لاسي فورتمون الي. قلنا هاد لو سي هادي سي لو بورسونتاج ديال الكربون. مورا كنجيو كنشوفو كل حاجة
والكوفيسيون ديالها. بالنسبه لي زاسي فورتمون الي هادو ما كنقسموهمش على دوك لي فاكتور اللي ولدتكم قبيله 4 و10 و100 و1000. فورتمون الي ما كنقسموهمش، فيبلمون الي كيتقسموا. هذا هو الفرق الثاني ما بيناتهم، عاوتاني في جوج. فورتمون الي ما كنقسموش، عندنا الكرون عندها 18، النيكل عندها 11. وهاد تي اي اش تقصدوا بها؟ فاش ما كنلقاوش الرقم ديالها تنقولوا كيلكو تخاص ديال هذاك ليلام، تندير كيلكو تخاص ديال هذاك ليلام. مثلا الكروم عندنا 18% ديال الكروم، النيكل النيكل عندنا 11% ديال النيكل في هاد لالياج هذا. بالنسبه لهاد ليلامون هادا تنقولوا كيلكو تخاص ديال هاد ليلامون داديسيون هاد تي اي. تاني حاجه تالت بوان والاخرانيه اللي غادي نبينو في لا ديفيرونس انتخ لي زاسي فورتمون الي و لي زاسي فيبلمون الي، هي دي لي زيلمون داديسيون في لي في الفورتمون الي. قلنا في الفرق او موان خصت او موان في هاد لي بورسونتاج اللي عندنا هنا بالنسبه للفورتمون الي او موان يكون اليمون واحد فايت 5%، خصت ضروري شي واحد فيهم يكون فايت 5%. حيتاش في فيبلمون الي الاكس اللي كيتقسموا وما ما كيوصلوش كاع 5%. قلنا هنا اكشري على الاقل خصت الم واحد يكون واصل 5%. وكان هاي لهاد الفقرة هادي ديالنا من هاد الفيديو هذا اللي كانت في المرحلة الأولى واللي هضرنا فيه على لي فون و لي زانسي نون اليي و نون اليي. يعني بالنسبة عبارة أخرى هضرنا على لي ميتو فيغو لي فيهم لو فير. باقينا ان شاء الله غادي نديرو في البارتي الثانية ديال لا فيديو ان شاء الله اللي تكون قريبة، غتكون يكونو هضرو فيها على لي ميتو نون فيغو و لي زالياج اون جينيرال. لي زالياج نون فيغو تكون فيهم اون كونتيان با دو فير، فيهم غير لاليمينيوم دي زوطخ دي زوطخ اليم. كنتمنى من الفيديو تكون عجبتك، تكون زعما كين شرحت فيها مزيان وبأدق التفاصيل، ويكون استفدت منها كلشي ان شاء الله.